تعالوا بقى نروح لعشاق الكرة المصرية، والنادي الأهلي بيستعد بإذن الله لمباراة الذهاب النهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي، والمقرر إقامتها بإذن الله يوم الحد المقبل على استاد القاهرة. الأهلي بيدخل اللقاء وعينه على اللقب رقم 11 في البطولة الإفريقية. طبعا هو بيسعى إنه يبقى في حسم للقاء في مباراة الذهاب بالقاهرة، وطبعا مباراة الإياب بالمغرب. والأهلي طبعا هو أكتر أندية القارة زي ما أنتم عارفين وصولا لمباراة النهائي بواقع 16 مباراة، ودي المرة الرابعة على التوالي اللي بيخوض فيها الأهلي نهائي الأفريقي، وطبعا استعدادات كبيرة جدا. تعالوا نتعرف على آخر التدريبات والمستجدات والكواليس. الناقد الرياضي هاني عبد الصبور، مساء الخير يا أستاذ هاني. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ شفقي، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. كابتن هاني، أنا بقى يعني هعيش كده دور الزملاء في الرياضة وأسألك بقى، إيه آخر المستجدات والأخبار في لقاء الذهاب؟ طيب، الأهلي النهارده استأنف تدريباته بعد فترة راحة لمدة 24 ساعة، حصل على اللاعبون بأوامر من سويسري كولر. النهارده كان تمرين استشفائي لمجموعة كبيرة جدا من اللعيبة. كانت الفقرات الفنية النهارده في مران النهارده فقرات فنية بسيطة مش كتير قوي، على اعتبار إن الفريق بكره يدخل معسكر مغلق بناء على أوامر كولر 48 ساعة، ودي أول مرة يعملها كولر في فكرة المباريات المهمة، إن يبقى قبل منها 48 ساعة معسكر مغلق عشان يحافظ على التركيز بتاع اللاعبين. فدي خطوة مهمة نتمنى بإذن الله إن هي تجهز اللاعبين. بالنسبة لموقف المصابين اللي أكيد ناس كتير كلها أهمها تعرف، طبعا كل الناس عايزة تعرف، محمد الشناوي، يعني تحديدا محمد الشناوي الناس عايز تسأل عليه هيشارك ولا مش هيشارك. النهاردة محمد خضع لبعض الفحوصات الطبيه عن طريق الدكتور احمد ابو عبله، طمئن بيه كولر وقال له ان اللاعب بيستجيب بطريقه مذهله في الخطوات العلاجيه والبرنامج التاهيلي، وبنسبه كبيره قد تفوق ال 80% قد يكون محمد الشناوي هو حارس الاهلي الاساسي في مباراه النهائي باذن الله. طيب، ده برده من الاخبار المهمه اللي بتهم الناس. طيب، انا عايزه يعني يمكن انت دايما توقعاتك بتصيب، يعني توقعت قبل كده بفوز الاهلي، ما هو التوقع في مباراه الذهاب؟ ماذا تتوقع؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان هي مباراه صعبه، ودايما انا عند رايي ان الوداد كمنافس اصعب للنادي الاهلي من داونز، على اعتبار ان الوداد متمرس زي ما بنقول. لا، ومعظم اللي لعبوا منهم في كاس العالم كانوا من الوداد. طبعا، فانت كانك بتلاعب فرقه كاس العالم بتاعت المغرب. طبعا، تمام. عشان كده المباراه هتبقى صعبه على كلا الفريقين. برضه الجانب الودادي مجهز نفسه كويس جدا، موجودين في القاهره من امبارح علشان يعملوا برنامج ومعسكر تدريبي، فاعتقد ان المباراه هتكون صعبه، لكن باذن الله مع الدعم الجماهيري اللامحدود لجماهير النادي الاهلي بعد ما الاستاد خلاص الساعه كامله هيكون تقريبا الملعب متقفل، مش هيبقى فيه مقعد فاضي، اعتقد باذن الله ان الاهلي قادر، وتوقعات يعني باذن الله للنادي الاهلي قبل مباراه الحسم. هو عارف كابتن هاني، كمان الناس ليه متشوقة؟ لأن طبعا كلنا كنا بنشجع المغرب، ومعظم لعيبة الوداد كانوا موجودين في كأس العالم، فالناس برضو عندها نوع من أنواع الإحساس، إنه يعني إحساس نفسي كده إنه تيجي الفرقة القوية دي اللي كنا بنشجعها قدام الأهلي تدينا طاقة، وإن الأهلي يفوز تعمل لنا عملية تعويض نفسي، يعني عارف إزاي؟ في كده عملية تعويض نفسي. هو دايما يعني عشان بس الربط ما بين منتخب المغرب والوداد، يعني برضه مجموعة كبيرة جدا، منتخب المغرب أغلبه القوام الأساسي فيه قوام محترفين، طبعا لها علاقة، يعني مجموعة كبيرة منه أصلا بيلعبوا خارج البلاد، لكن في النهاية التنافس المصري والشمال أفريقي مع المغرب بقى والجزائر وأشقائنا تونس والكلام ده كله بياخد طابع تاني، بياخد منافسة، وبياخد يبقى في جديه في التنافس، بيبقى في اصلا حنيه بين الفريقين، كل ما بين جمهور الفريقين، ان كل واحد فيهم عايز يثبت تفوقه، لكن في النهايه الاهلي باذن الله يقدر يتغلب على عقده الوداد، لان كمان الوداد في النهائيات بيمثل عقده للنادي الاهلي. الاهلي بيخسر لقبين امام الوداد اللي هم اصلا اللقبين اللي عند الوداد، يعني الوداد معاه صحيح، هو عنده لقبين، صح، من نادي الاهلي. طب من ناحيه الوداد بقى، الوداد كيف يرى الاهلي الان؟ يعني فريق الوداد استعداداته ازاي، وكيف يرى الاهلي؟ هو عارف انه الاهلي عينه على اللقب. طبعا طبعا لما كنا بنتكلم مع نجوم الوداد السابقين والنجوم المغاربه
شايفين على مدار الايام الماضيه وناخد استطلاعات رايهم يعني في المباراه، كله كان بيتكلم على قوه النادي الاهلي، كله بيتكلم ان الاهلي ما ينفعش خصم تستهين به في اي حال من احواله، ما بالك بالحاله الفنيه الرائعه اللي الاهلي فيها. هناك الاخوه في المغرب عندهم تخوف او عندهم احترام زائد للنادي الاهلي في الوقت الحالي، لان الاهلي زي ما بقول لحضرتك يمر بافضل فتراته الفنيه حاليا مع مارتين كولر، سواء على مستوى النتائج، سواء على مستوى الاداء، سواء على مستوى تدوير اللاعبين. انت دلوقتي ما بتجيش كنت بتتفرجي ما بتقوليش مين غايب النهارده فربنا يستر ده مثلا ده ديانج هيغيب، لا كان في كذا واحد مكان ديانج. جمهور الاهلي اصبح دلوقتي بيتفرج على النادي وهو بيستمتع بالمكسب وبيستمتع بالطريقه، ما بقاش شاغل باله مين يلعب او مين ما يلعبش. عشان كده ده من نقاط القوه اللي موجوده عند النادي الاهلي، وده اللي اتكلم عليه مستقبل المغاربه. الاهلي يمتلك اكثر من 30 لاعب كلهم عندهم خبرات طبعا احترافيه أكيد. الحقيقة يعني أنا عايز أختم وعايز أعرف هل التشكيل بقى يعني في توقعات بيه ولا بقى معروف؟ التشكيل يعني التشكيل بنسبة كبيرة هيبقى تشكيل ثابت زي المتعارف عليه، مش هيكون في تغييرات إلا قد يكون حدود وحسب الحالة الفنية لنجوم النادي الأهلي في آخر 24 ساعة. هو دايما حتى المؤتمرات الصحفية بتتكلم وهو كمان منتظر يشوف كمان الشناوي إن شاء الله يبقى موجود. الشناوي لو موجود، هو الشناوي لو جاهز بنسبه 100% هيبقى موجود طبعا. كهرباء ايضا موجود، محمد شريف، ديانج، مروان عطيه، النجوم النادي الاهلي. الاهلي ما عندوش اي ازمات فنيه الا في ازمه حراسه المرمى، عدا ذلك جميع النجوم جاهزين للمشاركه في المباراه باذن الله، ونتمنى مباراه طيبه. اكيد ما قلتليش توقعاتك اللي هختم بيها. 2-0 باذن الله. 2-0 للنادي الاهلي، نتمنى. هذا هو توقع الناقد الرياضي هاني عبد الصبور، ونتمنى ان شاء الله مباراه جميله، الاهلي والوداد يوم الاحد باذن الله، نتمنى الخير. والناس كده برضو بتحب الكوره وتبقى في اجواء، والحد الجو كويس طبقا للارصاد زي ما اتكلمنا فيها باذن الله النهارده.